لمن ينتمي المسلحون الذين هاجموا مجلة شارلي إبدو؟ هذا هو السؤال الكبير الذي لم يستطع أن يجيب عنه أحد في الساعات الطويلة التي أعقبت الهجوم. الشيء الوحيد المؤكد بشأنهم حتى الآن هو أنهم محترفون. مصادر في الشرطة الفرنسية قالت إن صورهم تؤكد أنهم تلقوا تدريبا عسكريا على مستوى عال. تحركاتهم الهادئة غير المتسرعة، لباسهم وطريقة إمساكهم بأسلحتهم وكيفية إطلاقهم للرصاص، كلها تدل على احترافيتهم. هذا يؤدي إلى طرح سؤال آخر: من دربهم وأين تدربوا؟ مصادر من الشرطة الفرنسية ترجح أنهم تلقوا تدريبهم في العراق أو سوريا وربما في فرنسا. إذا كانوا قد تدربوا في سوريا أو العراق، فهذا قد يعني أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم مسلح آخر ينشط هناك. مصادر من مكان الحادث قالت إنهم يتكلمون الفرنسية بطلاقة، وهذا ما يدفع بالمحللين إلى التفكير في مئات الفرنسيين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام للجماعات المسلحة. غالبية من توجهوا إلى سوريا والعراق من أصول عربية، وقلة منهم مسلمون من أصول فرنسية. احتمال انتمائهم لتنظيم القاعدة يبقى واردا أيضا. رسامة الكاريكاتير التي أرغمها المسلحون على أن تفتح لهم باب مقر المجلة قالت إنهم أخبروها بانتمائهم للقاعدة. هذه السيدة أكدت أيضا أنهم يتحدثون الفرنسية بطلاقة. إذن أكثر من مصدر أكد أنهم يتقنون الفرنسية، وهذا ما يرجح أنهم فرنسيون. وهذا ما يطرح فرضية أخرى، فربما تلقوا تدريبهم في فرنسا وينتمون لتنظيم سري لا تعرف توجهاته حتى الآن. وربما يكون ترديد عبارة الله أكبر والتصريح بدون مناسبة بالانتماء للقاعدة وسيلة للتمويه، فهذه أيضا فرضية لا يجب إغفالها. هو أنهم محترفون. مصادر في الشرطة الفرنسية قالت إن صورهم تؤكد أنهم تلقوا تدريبا عسكريا على مستوى عال. تحركاتهم الهادئة غير المتسرعة، لباسهم وطريقة إمساكهم بأسلحتهم وكيفية إطلاقهم للرصاص، كلها تدل على احترافيتهم. هذا يؤدي إلى طرح سؤال آخر: من دربهم وأين تدربوا؟ مصادر من الشرطة الفرنسية ترجح أنهم تلقوا تدريبهم في العراق أو سوريا وربما في فرنسا. إذا كانوا قد تدربوا في سوريا أو العراق، فهذا قد يعني أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم مسلح آخر ينشط هناك. مصادر من مكان الحادث قالت إنهم يتكلمون الفرنسية بطلاقة، وهذا ما يدفع بالمحللين إلى التفكير في مئات الفرنسيين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام للجماعات المسلحة. غالبية من توجهوا إلى سوريا والعراق من أصول عربية، وقلة منهم مسلمون من أصول فرنسية. احتمال انتمائهم لتنظيم القاعدة يبقى واردا أيضا. رسامة الكاريكاتير التي أرغمها المسلحون على أن تفتح لهم باب مقر المجلة قالت إنهم أخبروها بانتمائهم للقاعدة. هذه السيدة أكدت أيضا أنهم يتحدثون الفرنسية بطلاقة. إذن أكثر من مصدر أكد أنهم يتقنون الفرنسية، وهذا ما يرجح أنهم فرنسيون. وهذا ما يطرح فرضية أخرى، فربما تلقوا تدريبهم في فرنسا